يحاول والد العسكري المخطوف علي البزال أن يشغل نفسه لتمر ساعات الانتظار الطويلة، أكثر من شهرين وهو ينتظر أن يضم ابنه إلى صدره. تركين شغلنا، تركين بيتنا، مسكرينه بالقفل، وجين بس لحتى نشوف ابن، لحتى قاعدين حدا الحكومة بلكي تحن علينا. صرنا شهرين ثلاث، يعني شهر راح تقرب 3 أشهر لحتى نشوف ابننا، ما مصدقين نضمه. لا تعرف أزاد ابنة العسكري المختطف خالد حسن لماذا تمضي أيامها في هذه الخيمة، ولا تعرف أن معنى اسمها وهو الحرية هو ما يفتقده والدها في هذه الأيام. أدينا على الطريق بدنا نربي. يلا غسلون تيابهم هون وطعمين. ايه عم غسلن يهم، جيبت لن حالي بعد طعمين حالي. لا ليه ما مش بدي يطلع اعمل ايدين منوت زهرين نحن وليل ناطرين ابو بس يجي مطلع نحن. قصص كثيرة يحكيها أهالي العسكريين الذين تركوا أعمالهم ومنازلهم من أجل الاعتصام والمطالبة بعودة أبنائهم، قصص يجمعها عنوان واحد، الانتظار. اشتغل برا وتركت شغلي مشان خيو الله يجي على ابنا، لحد هلا بعدنا قاعدين لا شغل ولا عمل، ناطرين الله والفرج ليطلعوا الشغل جميعا. مثل مينك شايفي، نهار شمس نهار برد نهار مأساة، كيف بدنا نقضيها؟ من ساعة نبكي ساعة بنضحك ساعة، هيدي شو بدنا نقضيها؟ أنا 3 شهور تركيني بيوتنا وولادنا وكل شيء إلنا، قاعدين عاطروا نيم هون ونيم هون ونقعد. يواسي الأهالي بعضهم البعض ويفتشون عن خبر أو معلومة تطمئنهم على مصير أبنائهم، يقولون إنهم لا يملكون إلا الأمل والدعاء.